أعزائي المشغلين اليوم راح نشاهد الحلقة الثانية والستون من سلسلة شكيبيدي تواليت، وراح نقوم بعدها بتحليل المشاهد وكشف الأسرار اللي ممكن ما تعرفها عزيزي المشاهد. بدون ما أطول خلونا نشاهد الحلقة على طول. أوكي هدول الأطباء اللي قاعدين ينقذوا أوكي قاعدين يلعبوا بالمراحيض. يا ساتر ايش هذا؟ قاعدين مسيطرين على المنطقة بس. اوه لا حصل الهجوم. لا تقولوا لي تايتن تي في مان زعيم التلفاز اجا. اوه شيت اوه ماي جاد يا جماعة الخير، سماعاته قوية جيمان كذلك. يا ساتر خلاص غزو المراحيض بدأ يا جماعة خير. اوكي لا حرفيا دمر. ارحب مين هذا؟ وطي يقطع ام الحالة يا جماعة الخير، ايش قاعد يصير في الحلقة هذه؟ خلونا نكشف الاحداث والاسرار الموجودة هنا يا جماعة. اول شيء هناك رجلين يا جماعة الخير من الاسعاف قاعدين يسعفوا رجال الكاميرات. طبعا اول مرة نشاهد فيها رجال الاسعاف قاعدين يسعفوا رجال الكاميرات، كنا نشاهدهم في الحلقات الماضية انهم ينزلون من المروحيات بس ما شاهدناهم هم يعالجون رجال الكاميرات. وهذول المسعفين يا جماعة هم نفسهم اللي كانوا يطورون زعيم الكاميرات في المختبر. وإذا نقرب المشهد على هذه الكاميرا نلاحظ في كتابة كاتبين فيها جروب 6 يعني المجموعة السادسة، وهذه كتابة أتوقع أنها من مركز في جي تي اي، في لعبة جي تي اي في مركز اسمها المجموعة السادسة. وهذه الكاميرا هي نفسها التي كانت موجودة في المركز ذاك في لعبة جي تي اي، وهذه المجموعة هي أتوقع أنها يعني خاصة بالتدخلات والطوارئ يا جماعة الخير. فالمهم والغريب يا جماعة الخير هذا المرحاض اللي قاعد يشرب عصير ولا ما أدري قاعد متكي فوق المرحاض، فأتوقع أن هذه ما هي المرة الأولى التي نشاهد فيها يعني رجال الكاميرات قاعدين يأكلون في الحلقات الماضية، ونلاحظ أيضا في رجال الكاميرات قاعدين يشربون. فهذا غريب يا جماعة الخير لأني كنت أتوقع أنه رجال الكاميرات مجرد روبوتات، يعني ممكن أنه رجال الكاميرات ما هم روبوتات. راح أكشف لكم بعدين في نهاية هذه الحلقة أنهم ما هم روبوتات في الحقيقة. طيب وبعدها نسمع صوت يا جماعة فوق، يعني تم القبض على مرحاض سكيبيدي صغير هم قاعدين يلعبون به. فالظاهر هنا يا جماعة الخير أن المنطقة هذه تم الاستولاء عليها من رجال الكاميرات، يعني تم القضاء على جميع المراحيض. فالظاهر أنهم قفطوا أحد المراحيض اللي كانوا متخبيين والآن قاعدين يلعبون به، يعني قاعدين يتسللون لأن المنطقة هذه فارغة من المراحيض. هنا نلاحظ أن رجل السماعات الكبير هذا ما كان حابب يلعب باللعبة هذه، فقرر أنه يكسر المرحاض هذا. في رجال كاميرات في كل المنطقة، بس أنا ألاحظ هنا في شخص هنا ما أدري إذا كان شخص ولا جذع النخلة، ما أدري في شخص هنا فوق. طيب وهنا في سبيكر مان رمادي، أتوقع أنه هذا سبيكر مان اللي قاعد يتحدث مع الكاميرا مان هو نفسه اللي كان في الحلقة الثالثة والعشرون أتوقع، وهو اللي أنقذنا يعني من الهجوم المراحيض. فبعد التسلية اللي كانوا يسلمها نلاحظ انه في انفجار هنا وفي هجوم من المراحيض وفي دخان اسود هنا يا جماعة الخير. ما ادري الدخان هذا الاسود اذا كانوا يعني يستعملونه للتنقل، يعني هل المراحيض ممكن انهم تطورون وقاعدين يستعملوا الدخان الاسود او انه مجرد انفجار. والاحظ انه في صورة هنا يا جماعة الخير، وهذه الصورة تذكرني بحلقة من حلقات سكيبيدي القديمة، والظاهر ان هذا المكان كان في سكان بشريين عاديين. نلاحظ انه في هذه المعركة كان في مجرد بشر في أنحاء هذه المنطقة. وبعدها نلاحظ هجوم المراحيض وهذا المرحاض اللي متكون من نسر وعلم الأمريكي. فأتوقع أنه يعني لما حللنا القصة هذه فهذا الهجوم كان على منطقة عربية يا جماعة الخير، وهذه المنطقة استولى عليها الأمريكان، يعني هو مجسد أنه الأمريكان قاعدين يستولون على بلدان عربية في المنطقة هذه، ويعني جسدهم على طريق المراحيض يا جماعة الخير. فأتوقع أن الحلقة هذه كانت عبارة عن استولاء المراحيض على المنطقة هذه. وبعدين في الحلقة الثانية والستون نلاحظ أن رجال الكاميرات قضوا على جميع المراحيض التي استولوا على هذه المنطقة، ويعني لم نلاحظ أي وجود للبشر في هذه المنطقة، فأتوقع أن البشر كلهم ماتوا عن طريق المراحيض. وبعدها نلاحظ عودة المراحيض لهذه المنطقة، يعني هم حابين يعيدون استيلاء على هذه المنطقة.
وبعدين لاحظ انه في دخان كبير يا جماعة الخير في هذه المنطقة، فانا توقعت انه زعيم التلفاز قد يظهر في هذه المنطقة، بس الظاهر انه زعيم او المخترع حق المراحيض قاعد يستعمل التقنية اللي يستعملها زعيم التلفاز في التنقل، يعني قاعد يتنقل بالدخان الاسود. وانا ذكرت لكم في الحلقات الماضية انه زعيم المراحيض او المخترع المراحيض قاعد يتنقل بالدخان الاسود، وفي منكم من انتقد هذه النظرية وقاعدين تقولون انه لا مستحيل انه المراحيض يتنقلون. فالظاهر انه يا جماعة الخير المراحيض تطوروا كثير، فبعد ظهوره نلاحظ ان هناك سماعات كبيرة اللي كانت على زعيم التلفاز هي نفسها اللي موجودة على صدر المخترع، فهذا يعني ان هذا المخترع طور نفسه من شخصيات التلفاز، فاتوقع انه في شخصية خائنة من شخصيات التلفاز، فما ادري اذا كان رجل التلفاز اللي انسحب في الحلقة ديك القديمة، فاتوقع انه هو نفسه اللي قاعد يخون المجموعة وقاعد يخبر زعيم المراحيض او المخترع المراحيض بالتقنيات والاختراعات. واحد بعدها انه استعمل هذه المكبرات الصوت، وهنا يا جماعة الخير الغريب انه كان في رجل هنا في المنطقة هذه، كان في رجل او ما ادري اذا كانت شخصية من شخصيات الكاميرات، فهو اللي قاعد حاطط السماعات هنا، هو اللي ساعدنا وساعد هذه الشخصية اللي كانت تشاهد هذه المنطقة وحاطط سماعات هنا عشان ينقذ الشخصية هذه من الصدى ومن الصوت. فأتوقع أنه هذه الشخصية هي نفسها شخصية الرجل ذاك الغامض اللي كان يظهر في الحلقات، هو نفسه اللي ظهر في الحلقة 47 لما دمروا الشخصية اللي كانت تشاهد، وهو أتوقع أنه هو دفوق بوم لأنه هو اللي كان يشاهد الحلقة هذه حق 47. وبعد ما أخذت الشخصية هذه السماعات وركبتها اختفى الصدى كليا، ونلاحظ أنه في تدمير هائل هنا، يعني رجال الكاميرات كلهم ماتوا من الصوت العالي اللي قاعد يصدر السماعات هذه. وبعدها نلاحظ ظهور زعيم المراحيض في هذه المنطقة ولابس سماعات هو كذلك يا جماعة الخير، لأن الصدى اللي كان يصدره مخترع المراحيض كان يعني راح يأثر على جميع المراحيض، فنلاحظ أن جميع المراحيض في هذه المنطقة يرتدون السماعات. طيب وبعدها كذلك قاموا بتدمير المروحيات هنا في هذه المنطقة وظهور الرجل هذا، هذا الرجل يا جماعة الخير شفناه في حلقات كثيرة، لكن اتوقع انه ما هو نفسه الرجل اللي كان في الحلقات الماضية، لانه الرجل ذاك تم تدميره يعني بعد ما هكروا رجال السماعات تم تدميره. لكن الغريب يا جماعة الخير هو نفس جسد رجال السماعات الكبار دوك، فاتوقع انه في حلقة قديمة تم نزع رأس من رؤوس السماعات رجال السماعات، واتوقع انه نفسهم اخذوا جسد هذا الرجل ألصقوا عليه رأس المرحاض هذا وقاعدين يستعملوه في المعارك. فأتوقع يا جماعة الخير أنه رجال الكاميرات ورجال السماعات يعني بعدما يموتون يأخذونهم رجال المراحيض ويستخدمونهم كجنود في هذه المعركة. والغريب يا جماعة أنه بعدما حطم رجل الكاميرا هذا الظاهر أنه في دم هنا يا جماعة الخير، هذا الدم يظهر لنا أنه رجال الكاميرات يعني فيهم دم وهم أحياء، ما أدري إذا كانوا نصفهم روبوتات ونصفهم أحياء، لأننا لما قلنا في البداية أنهم قاعدين يأكلون وقاعدين يشربون، فالظاهر انهم نصفهم روبوتات ونصفهم يعني رجال احياء. فهذا هو تحليلي لهذه الحلقة يا جماعة الخير، ولا تنسونا من تعليقاتكم واقتراحاتكم، اعطوني اي شيء تلاحظونه في هذه الحلقة، وشوفكم في المقطع الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.